أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما حكيما. وانتهينا إلى أن الحق سبحانه وتعالى يطالب الفئة المؤمنة التي انتهت قضية عقيدتها إلى الإيمان بإله واحد منه كانوا وإليه يعودون. قضية حكمت كل حركات حياتهم، لذلك وجب عليهم أن يؤدوا مطلوبات هذه القضية وأن يدافعوا عن هذه العقيدة التي تثبت للناس جميعا إلى أنه لا معبود أي لا مطاع في أمر إلا الحق سبحانه وتعالى. هذه القضية إذا حكمت الخلق توحدت اتجاهاتهم ولم تتضارب حركاتهم وأصبحوا جميعا متعاونين متساندين متعاضدين، لذلك وكل الله إلى الطائفة المؤمنة التي جعلها الله خير أمة أخرجت للناس لأن رسولها صلى الله عليه وسلم خير رسول أرسل للناس، فطلب منها أن تجاهد الكافرين وأن تجاهد المنافقين لتصفو رقعة الإيمان مما يقدر صفو حركة الحياة. ولكن الحق سبحانه وتعالى كما قلنا سابقا يعامل خلقه كبشر خلقهم ويعلم طبائعهم وغرائزهم وهواهم، ولم يخاطبهم على أنهم ملائكة وإنما خاطبهم على أنهم بشر وهم أغيار، ومن الأغيار أن يصفو لهم أمر العقيدة مرة وأن تعكر عليهم شهواتهم صفو العقيدة مرة أخرى. لذلك يعاملهم هذه المعاملة ويؤكد لهم أن طريق العقيدة ليس مفروشا بالرياحين والورود وإنما هو مفروش بالأشواك حتى لا يتحمل رسالة الحق في الأرض إلا من صبر على هذه البلايا وهذه المحن. أما أن تكون القضية على طرف السمام بدون آلام وبدون متاعب فسيدعيها كل إنسان ويصبح غير مأمون على حمل العقيدة. لذلك لم ينصر الله الإسلام أولا وإنما جعل الإسلام في أول أمره ضعيفا مضطهدا لا يستطيع أهله أن يحموا نفوسهم حتى لا يصبر على هذا الإذاء إلا من ذاق من حلاوة الإيمان ما يجعله لا يشعر بمرارة المواقع. فقال الحق سبحانه وتعالى ولا تهنوا، لا تضعفوا في طلب القوم. كلمة لا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم دل على أن الأمة الإسلامية ليس مطلوبا منها فقط أن تدفع عن نفسها عدوانا ولكن أن تطلب هؤلاء الذين يقفون في وجه الدعوة لتؤدبهم حتى يتركوا الناس أحرارا في أن يختاروا العقيدة. إذن فالطلب منهم ولا تهنوا في ابتغاء القوم أي في طلبهم. ثم قال الحق سبحانه وتعالى إن تكونوا تألمون أي يصيبكم ألم المواقع والإعداد لها فأنتم أيضا تحاربون قوما يصيبهم ألم المواقع والإعداد لها، إذن فأنتم وهم متساوون في إدراك الألم والمشقة والتعب. ولكن يجب أن لا تغفلوا عن تقييم قوة لا تهملوها
لأنها هي القوة المرجحة. أنتم تألمون وهم يألمون، ولكنكم تزيدون عليهم أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. والأشياء يجب أن تقوم بغاياتها والثواب عليها، لا تقل أن هذا يساوي هذا، لا، قل له لا تهمل قضية الثواب على العمل، ضعه. ولذلك حين يقول أناس مثلا في مسألة البنوك الإسلامية، البنوك الإسلامية بتعطي زي البنوك الربوية أو أقل من البنوك الربوية، نقول له إيه، ما تقولش دي بتعطي كذا، بتعطي 20 والبنوك الإسلامية بتعطي 10، إنما تقول بتعطي ديك 20 ودي بتعطي 10 زائد أنها حلال. إذن لا تهمل التقييم المرجح، لا تهمل التقييم. فأنتم في الحروب تألمون وتتعبون، وأنا لا أقول أنكم لا تتعبون، لا، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، ولكن الحق سبحانه وتعالى يريد أن لا نهمل قضية القوة التي هي الجزاء على العمل. هم يألمون كما تألمون، ولكنكم تزيدون أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. إذن دي يجب أن تكون مرجع، بحيث إذا قلنا أن المسلمين أو المؤمنين يألمون أكثر من ألم الكافرين، نقول له برضو حط فيا ولكنهم يرجون من الله ما لا يرجون. ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى في شرع هذه المعادلة حتى تكون الأذهان على بينة منها، إعدادا للحرب وخوضا للحرب واحتمالا لآلام الحرب. يقول إيه، قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنين، ماذا تنتظرون يا خصوم الإسلام من في أمرنا، بتتربصوا بنا إيه، فاهمين ماذا يحدث لنا، تتربصون بنا إحدى الحسنين، إما أن ننتصر ونقهركم، وإما أن نستشهد فنظفر بالحياة الأخرى. أدي الأمر، ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا. يبقى كفة من واجحة في المعادلة، إنها كفة المؤمنين. فقال لا تهنوا لا تضعفوا في طلب القوم، لأنهم يألمون أيضا كما تألمون، ولكنكم لكم مرجح أعلى، وهو أنكم ترجون من الله ما لا يرجون. الحق سبحانه وتعالى يزيل القضية اللي هي النهي عن الضعف في طلب الخصومة، خصوم الإيمان، وذكر المعادلة تألم كما يألم وتزيد أنك ترجو ما لا يرجو. يقول وكان الله عليما حكيما. عليم بإيه؟ أم قال لك عليم بكل ما يصيبك من ألم، فلا تعتقد إن حاجة من دي حظية، لأنها حاجة إيه؟ ما حتى الشوكة تشكى محسوبة. وهو سبحانه وتعالى حين يتركك تألم أمام الكافر كما يألم، له حكمة في هذا، وهو أن تصير إلى المسألة وأنت واثق أنك على قدرة إيمانية من تحمل تبعاتها. تلك هي الحكمة. ثم بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعد أن تكلم عن القتال وقتال الكافرين وقتال المنافقين، لم يعفي الجماعة الإيمانية من توجيه يصفي أيضا حركة الحياة. لماذا؟ قال لك لأن الله حينما جاء بالإسلام على لسان رسوله علم أن قوما يؤمنون به وينضون تحت لوائه صلى الله عليه وسلم، فهو يريد أن يعلمهم أن انضواءكم تحت لواء الإسلام له تبعات، هذه التبعات أنكم أول من يطبق عليه حكم الله، وإياكم أن تظن أنكم بإيمانكم وإعلان إسلامكم لله واتباعكم لرسول الله قد أخذتم شاة
شيئا يميزكم عن بقية خلق الله. فكما قلنا لكم دافع الكفار ودافع المنافقين، نقول لكم ايضا دافع انفسكم. لماذا؟ قال لك لان واحد ينضم الى الاسلام وبعد ذلك يظن ان الاسلام سيعطيه فرصة ليكون له تميز على غيره، يقول له لا. فيخاطب رسوله صلى الله عليه وسلم ويقول له إنا، واحنا قديما قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما يتكلم عن نفسه يتكلم في كل ما يتعلق بالفعل بصفة التعظيم والجمع. إنا أنزلنا، إنا أنزلنا، إنا نور الجماعة هي. ودك قال لك المعظم نفسه وإلى أخره، ولذلك حتى البشر في عرفنا دلوقتي لما يجي رئيس دولة ولا ملك ولا بتاع يصدر قرار يقول إيه؟ بقول أنا فلان الفلاني أصدرت القرار؟ لا، بقول إيه؟ نحن. بقول نحن؟ بيقول نحن. ليه؟ أم قال لك لأن المسألة مش هو اللي بيصدر بس كده، ده كأن كل اللي مؤمنين بيه وكل الجماعة اللي منضوين وياك الإيه؟ وياه في القضية. الحق سبحانه، ولكن الحق حين يتكلم عما يتعلق بالذات يتعلق بها بواسطة ضمير الإفراد. فبعد إنا أنزلنا ولقد كتبنا في الزبور مثلا، يقول إيه؟ إنني أنا الله. ضمير الجامع ده ما يجيش هنا أبدا. انني ايه؟ انني انا الله، لا اله الا انا، فاعبدني. ما قالش اعبدنا، ما جابش ليه التعظيم هنا ابدا. اذا فالذات هنا ايه؟ مجردة. فبيقول له انا انزلنا، برضو ضمير الجمع، انزلنا اليك، أنزلنا إليك، ومرة يقول أنزلنا عليك، ونزلنا إليك، ونزلنا عليك، ونزلنا إليكم، ونزلنا عليك. الغاية من الإنزال ماذا؟ الغاية من الإنزال منهج حركة الحياة. إذن فالغاية أنتم، أنزلنا إليك وإلى الإيه؟ وإلى من آمن. ولما قلنا نزلنا عليك يبقى فيه التكليف، فيه الإيه؟ التكليف، يبقى عليك. ساعة ما تسمع كلمة أنزلنا ديا يغلب أنها تأتي في القرآن وفي الكتب، إنما كل شيء يجيئك من الحق منزل إليك منه، كل شيء يجيء من الحق منزل. كلمة أنزلنا يدل على أن جهة أنزلت وجهة أنزل إليها وشيء أنزلته الجهة إلى المنزل إليه. طب الكتاب هو الايه؟ المنزل. والذي أنزل هو من؟ الله. والمنزل إليه رسول الله وأمته. كلام عنه هو بس ربنا سبحانه وتعالى أنزل بس الكتاب، ولا أنزل قبل ذلك كل ما يتعلق بمقومات الحياة، كل ما يتعلق بمقومات الحياة. وكلمة أنزل دي تشعر بأن الجهة المنزلة أعلى. أنزل يعني جاي من إيه؟ من أعلى، مش من متساوي ولا من أدنى. لما تيجي تقرأ القرآن يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. أنزلنا عليكم لباسا، هو اللباس قال لك ما هو جاي من عند الله، يبقى كل ما جاء من العالي الى الادنى يبقى اسمه ايه؟ انزال. يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم. وريشا، مش لبس يواري العورة، لا، وزينة كمان وابها وفختك كمان. ولباس التقوى ذلك خير. يعني انا جبت اشياء كتير، جبت المقوم لحياتك سترا ورفاهية. أنزلنا عليكم لباسا يواري، وأنزلنا ريشا، الرياش دي الأشياء الإيه؟ الترفية الزائدة.
وبعد ذلك انزلت لباس التقوى وهو خير، لان اللباس الاول يداري عورة مادية، لباس التقوى يداري العورات الايه القيمية والمعنوية. يبقى برضو انزال ولا مش انزال؟ تعال اول. وبرضو في آية اخرى قال ايه؟ لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب بالحق ايه؟ ليقوم الناس بالقسط. وانزلنا الحديد، وانزلنا الايه؟ يبقى كلمة الانزال تدل على اعلاء ان كل ما جاء من قبل الحق الاعلى الينا فهو نازل الينا، شيء يعالج مادتنا وقوامنا، وشيء يعالج معنوياتنا وقيمنا. كل ده انزال. انزلنا اليك الكتاب، حين يطلق الكتاب ينصرف الى الكتاب الجامع المانع المهيمن على سائر الكتب وهو القرآن. وان كان الكتاب كله يطلق على المكتوب الذي نزل على اي رسول من الله سبحانه وتعالى، لكن اذا اطلق انصرف الى القرآن وهو الكتاب النهائي الذي له هيمنة على سائر كتب الايه؟ كتب السماء. شوف كلمة بقى بالحق. إنا انزلنا اليك الكتاب بالحق. ما هو الحق؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا يأتي واقع اخر ينقضه. مفيش واقع ينقضه ابدا، شيء ثابت. ازاي بقى؟ يعني انت حين مثلا تقول قضية صدق تحكي بها واقعا حدث، لو حكيتها 20 مرة في 20 سنة لا تتغير. ليه؟ لانها مطابقة لمين؟ لواقع. وانت حين تقولها تستحضر الواقع الذي حدث امامك، ما تتغيرش. لكن اذا حدث انسان بقضية كذب لا واقع له، ماذا يكون موقفه؟ ان قعد اسبوع ينسى هو قال ايه، يقومها ملهاش واقع، يقوم يعمل ايه؟ يقول اي كلام، يقول الله طب ده قال المرة اللي فاتت كذا، نقوم نعرف انه ايه. اذا الحق هو ايه؟ الحق هو الشيء الثابت الذي لا ينقضه ايه؟ لا ينقضه واقع ابدا، ممكنش. طيب، انزل الله سبحانه وتعالى الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها. ليه؟ لانها امر ايه؟ امر ثابت لا ينقضه واقع. انزل الكتاب بالحق. اهل بقى الاشراك واهل التنوير ساعة ما يجوا الكلمة بالحق دي يقوم ربنا يكذف عندهم معاني، يقول صحيح الكلام ده يجي، ويجي برضه زي ما تقول له ايه، انا اعطيتك الاولية على الممتحنين بالحق. يعني ايه اعطيتك الاولية على الممتحنين بالايه؟ يعني انني ايه، في اعطائي لك اعطيتك حقك لانك تستحق هذا، لانك ايه. طب تعالى، انا انزلنا اليك الكتاب، وانزال الكتاب اليك وعليك لتبلغه صادف حقا لانك اهل ان ينزل علي هذا الكتاب، اهل ان ينزل عليه هذا الكتاب. طيب، وجود معنى ويا معنى ينقضه، تقول له لا دي تبقى موجودة ودي تبقى ايه؟ موجود. ودي تبقى موجودة. وده سر اشعاعات الكلمات القرآنية التي تصدر من الحق الى القلب. يبقى انزلنا عليك الكتاب بالحق، اي بالقضايا الثابتة التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، لانها تحكي واقعا لا يتغير. اللي بيتغير ايه؟ غير الواقع. انما الامر الواقع محكوم بواقعه. ولذلك احنا قلنا زمان يقول لك للكذاب ان كنت كذوبا فكن ذكورا. شوف انت كذبت امبارح قلت ايه، ما يجي يقول له مثلا انت ما جيتش النهارده، يقول والله امي كانت عيانه مثلا، وبعدين يقول له يا اخي ده انت غايب بقالك من اسبوع غبت يوم، يقول له ما اصل ابويا كان تعبان ومش حاجه. طب انت كان ما هي مش واقع، لو كانت واقع كانت تفضل امه هي اللي ايه، هي اللي عيان، او ابوه هو اللي عيان. انما ما دام مش واقع نخعها نخع، ولا عرفت هو قال ايه. هو قال ايه؟
إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس. ما شاء الله. إذن فحكومة الدين الإسلامي وعلى رأسها الحاكم الأول رسول الله صلى الله عليه وسلم مش جاء ليحكم بين المؤمنين به فقط، وإنما جاء ليحكم بين الناس. ومن شرط الحكم بين الناس المعدلة بينهم. ما تقولش ده مسلم وده ايه وده كافر. ان كان الحق مع الكافر اديه له، مع المسلم اديه له، لانك انت مش بتحكم بين المؤمنين بس، انت بتحكم بين مين؟ بين الناس. وايضا فانك لو حكمت بين الناس حكما يتفق مع منطق الواقع والحق تجعل الذي حكم له يشهد ان دينك حق. لان كده لما تحكم لكافر على مؤمن، الكافر مع الحق، وبعدين تحكم له على المؤمن، يوم الكافر يعمل ايه؟ ده يقرع نفسه على ان لم يكن من اهل هذا الدين الذي ليه يعترف بالحق ويحكم به ولو كان على ايه؟ على مسلم. وايضا المسلم ساعة ما تيجي تحكم عليه لصالح واحد غير مسلم يعرف ان المسألة مش نسبة الى الاسلام شكلية، انما هي نسبة موضوعية. فلا تظن ان الاسلام جاء ليحابيك، انما الاسلام جاء ليأخذ منك منطق الحق لتكون دائما في جانب الايه؟ في جانب الايه؟ في جانب الحق. الحق سبحانه وتعالى يعطي هذه القضية لواقعة حدثت، والوقائع التي حدثت معاصرة لرسول الله كانت بمثابة استدرار السماء للأحكام. يعني القضية تحدث يقوم الحكم ايه؟ لأن الأحكام لو أنها جاءت كده مبوبة وسقطت مرة واحدة يمكن تيجي الحادثة ويبقى عندنا الحكم فيها ونقعد ندور عليها في الكتاب. لكن إذا جاء الحكم ساعة وقوع الحادثة ينصب عليها، ويبقى ده إيه؟ أدعى إلى أن تثبت بواقعها التطبيق ساعة ما تنزل.